والله تعال شوف ماركة ورجيه. لا ماركة ديسكورد مع ديسكورد. الله حيو خرجيني من ورا. لا والله اذا طلع جلده جلده منتوس. هلو هلا يا شباب. لاول مرة هيك واحد بزل. لا انا بزل بزل لجوا لجوا. طلع طلع اسمي مجان حبيبتي. لا انا جوا بزل. رايحين على المحل. راح صور لكم مقاطع. نحن عم نصور تيك توك. مدري احمد كان صور لكم. لك ايش بك سوق على كل الشباب. انا ما راح اطول عليكم بالسيره بس حابب اقول لكم بس حابب اقول لكم يا شباب. البلاد هيك بس واحد كبير بس هيك طول بس عقله صغير. هذا هو اسمه طويل بس هبيل مثل ما قالت ايمانه بالتيك توك. ايش قلت لي انت شوي؟ استنى شوي ايش قلت لي؟ والله شو؟ والله ما حدا مروق غيرك. ايوه انت ايش شو؟ انا مهموم. انت مهموم؟ لكن وانا لك شو اسمه؟ مخسرينه بلعبة جي تي اي. اخوه عامل عنه المهمات زعلان. ايه والله مهموم. انا اخذته. ايه والله هذا هلا انا بس بدي اسال سؤال. انا بس بدي اسالك سؤال صعبلي. هلا انت مهموم قد ايه عمرك؟ عمري 14 سنه. كذاب كذاب. عمره 13 سنه يمكن تقريبا. طب انت همك شو هو؟ حفوضات ولا حليب نيدو؟ لا لا همي ولا شو مثل ما ولا همك هو انك اليوم ما ختمت الجي تي اي؟ لا والله الجي تي اي اليوم خسرت فيها. كل عالم كل عالم يقول عم والله ما عندي غير نيالك انت زلمه مروق. انا مهموم. ايش همك بس فهمني يا رجل. حسسني عنده غرة عريه الاولاد. كلك عم بفكر شو تتحفظ. روي لعن شكلك. هذا الكل بروح عم بياني. ما بعيب حدا بحاله. طب 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 هو عايز ايه؟ صار يلعب. لا 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 تسترجع. طب والله صار يلعب للولد. صار يلعب. تمام خلاص. والله حبيبي انا كرسته. صوره هو عم يشلح. شلح شو؟ لا لا هذا عم ورجينا. ليش صاير مثل اساتذه شعرك؟ مو بني ادم ابدا. مش مكشي للبريان. عامل هيك شغل الزاد زي كذا. بدك بس اعطيني اعطيني النظاره هيك شغل. طب شو العينه؟ والله 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 الزاد صار يغبس. هوني زاد الزاد احسن معك. الزاد العاد انشوزط. هذا شعرك ولبسك وجايب الدفتر معك. طلع شغل اساتذه بشرف كنت اتفرج عليه. شو حل استاذ؟ انا اسف بس مرينا على شغلات كثير. هلا بدنا نسوي مقلب يا شم. شم؟ بدنا نسوي مقلب اخوي. وراح قال له اوه راسي بدنا نسوي والله مجهزها انا من امبارح. نسوي في مقلب وخليه يجن منك. ماشي هلا بتشوفوا الفيديو بعد شوي اخر شيء. اذا ما نزلت بهالفيديو بتشوفوا الفيديو الجاي تمام. بجوز هذا الفيديو يطول كثير ما انزله. بقول اذا ما نزل بهالفيديو بتشوفوا الفيديو اللي بعده. اوكي هلا انا قاعد عم بصور معكم. عم بصور الاستاذ. عم طلع هشام بيا لي جاكيتي. باع جاكيته وحط المصاري بجيبته. حطهم بجيبته. لك ما اعطاني شيء. ما اعطى لحموده. لك جاكيتي انا لسه شلحني يعني بالي بدي احطه. طلع انا لسه بلش لحه. انا ايش في بس الملوكان عمودي هذا بالبقلك عوده. هلا ايش ده البس؟ اخذوا لي اشتروه. هذا عزوي. هذا شفت من شوي زبون سميل اللي لابسه وغيرت رايي كله. هنا بدي البس هنا جاكيت يعني هلا انا بدي اصير البس كل جاكيت. تعالوا لهون عشان تلبسوه مني. مو اتفقنا؟ مو
والله ما عاد اعرف ايش البس. خليني البس لي جاكيت. ابو ليش مستعجل؟ في حدا وراك؟ ليه ليه؟ في ما هذا؟ ليش مستعجل كل هذا على الصلاة؟ عم مستعجل والله. احنا بنروح على احمد حمد قاعدين على ودي قاعدين صرنا صرقه العظيم. خلص الصلاه مش والله ما بشتري بنترول. ليه ما بشتري بنترول؟ ها؟ ليه ما بشتري بنترول؟ هي بنترول جديد. لا هو اللي دخلت مع ابو ما عنده محل. لا 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 يا بندوق هذا اشتريته ب 600 600 ليره تركي. شاد؟ ايه 600 ليره تركي. انا بقول لك شو؟ لا 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 شريك والله غالي هذا. لا والله تعال شوف ماركه ماركه ورجي والله ماركه. اوه ديسكورد على ديسكورد. الله حيو غالي هذا. خرجيني من ورا. لا والله اذا طلع جلد الجلده شو قولوا الكنزه كمان ورجي ورجي. لا هاي لا كل شيء لا هاي خذ هاي خليها يا حرام. شو قولوا بنطلون هاي لا خليها لك هاي الي هاي طلبتها منه صار شان جد هيك هاي بدك تساوي خلص ديروا على البيت ديروا ديروا على البيت ديروا ولا تفكر تاخذ بنطلون بداله كمان ديروا ما احلاني ما اعمل بنطلون والله عيب اليوم ما احلاني ايوه طلع طلع كمل له جاي من العرس يا زلمه خلص اللي داخل يطلع كيف جد جد خلي يصير راحه نفسيه راحه مو هيك مو هيك قبل تحت لتحت هيك هيك لتحت لتحت خلاص خلاص ما اشي لك يا ولو خلاص بتخيل والله بتخيل ورجيني بس موديل 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 عيب يا خلاص حاج حاج عيب لا تشوفه عيب لو بدلنا طلع شريك شحولي بانتروني شو هيك عم تجيش شو هيك عم تجيش الشارع تشكني يا زلمه خرط له خرط له بانترول لو حرام حي الله بانترول خرط له بانترول لبنان لا لا خلاص تعال نقي على كيفك انت هيك عم تمشي بجيش انا ما بدي نقي والله خذ لك واحده لا جد جد خذها حرام والله شو اقول لك يا انا شريت لك قصه مشان تاخذها ابو ال 150 والله بكام تعلم شوي بعدها خذ البسه بدك والله حلو هذا قد بدك منه ها هذا نفس بنطلوني والله ماركه كبيره صغير عليك صغير صغير عليك لازم نسوي لها بنص الشارع هذا صغير صغير كثير يعطيك اكبر بدنا نور من هنا من البيت شكرا صدر رزيز كرم بوتشي بوتشي كوتش كوب مقرط احمد احمد لك ما بدي امشي ويا خيال بشو قولي هو مسكر ايه خلص حرام مش اقوله يا عم نعوضه نفس الماركه اللي لابسها انت ديسكول تروح ظبط وضعك مشقوه كثير هي هشام البسه البسه بتاع الله لك مشقوه كثير مشاشه ولو اعطيه غيره غيره دوم سعودي هذا سعودي ليش مشغل الفلاش فلاش نسيت كيف طفوا ها طفيته يلا طف بس حط لي هاي صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي ايه يلا يلا تقعد على خيط لك دارك الله يومي فهمنا غلط لا تفهمنا غلط بدي طقنا ظهرنا ابو كسر لي ظهري ما طق لي ظهري طق لي ظهري خا حمودي كسر لي ظهري هذا ركب عليك ركب عليك هذاك زعلت لي يقول هذا ضيع عليك صوتي زون هذا ضيع هذا ما بصير بس هذا هذا ظبطه له ليش بو خيطه بس قلنا له للحمار هذا يروح يجيب لنا كولا راح جايب شيكار سز كولا بدون سكر يا زلمه تشرب هاي الكولا اقسم بالله السكر اللي فيه قد 75 كاسه سكر روح يفضح عينك روح جيب كولا عاديه لك هلا رح نبلش بالمقلب اخواتي جريمه رح نخرب الدنيا اليوم اقوى جريمه في العالم رح نعملها زيه هلا تخرب الدنيا جانا ورا شو عم تصور شو هي لا انا امرت الوضع من توس مين ابو هستا علي اوكي على شكرا على اجر عندي هذا انا مع اطراف
لو صورت معه كان عارف تربع على عينه. ايه هذا هو بكذب يمكن عليك. لا هي هلا بعدين اجى لعندي قال لي خلاص احذفه. هلا عن جد هذا مقتولنا وحني ونن ولا والله ما بعرف ما عندك خبر. بس يعني مين هو؟ تمام رح نفتحها بعد والله عشان ما نعرف مين ايدك بعد شلون بدها لحقك؟ لا بلحق لك. وين رايح؟ ها؟ اخواتي حس شوي. لا ما حس تقول يلا والله خلي يبين كامل. اوكي لا تروح الكول. ها لك تسكره فورا. يلا لك تسكره عشان ما تقدر. واحد اثنين ثلاث خلاص لحقت قلبك ما طارت الا عن اخطط على الزين. تمام تمام لا 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 بتلحق بتلحق دروب اقرب قبل ما يفتح يفجر اقرب قبل ما يفتح يفجر لك بفجر تفجر تعال بدل ما زيت اخي خسر لك والله بتفجر بدل ما اسوي فيه صور سوا فيني فيه بدل ما اسوي فيه وصار فيني الي عبيت حالي طلع يا زلمه جيب لي الخرا مفتاح عن اخت الحاله يا رجل لك والله بفجر شوف جربته في واحد على تيك توك عمل هيك فورا فتحها فجر ما لا افتح لك شوف خالص رجع حط خالص ما ضل خالص هلا بضل بس ما لحق اسكره قلت انت يا دكتور خلص ما لعب روحت اخواتي طبعا ما زبط المغنب هلا بعتنا واحد تاني نجيب كمان الكولاي عشان نظبط الشغل تمام سوي جوك ماشي يلا الشاب يا سيدي جاب لي هديه هلا من شوي الله يعطي العافية ويرزقه يا رب. قل الشعر يلا قل له. هات شو ايش بدك تقول لي؟ قل له إذا كسبوا عليك إذا كسبوا عليك الحاقدون فعلم أنك أسطورة. لك أبوس روحك أنت أسطورة. لك أنت أسطورة. والله وعش جربي وعش. الله يوفقك يا رب. شو اسمك أنت؟ خالد. من وين؟ الحمص. الحمص؟ كل الحمصيين هيك مثلك ولا بس أنت هيك؟ لا بس أنا. لا ولو؟ كثير الحمص تبعنا والله احلى ناس اطيب ناس هالحمصين بخير ربك والله الله يخليك يا جاي لنا مره ثانيه اذا كسروا عليك الحاقدون فاعلم انك اسطوره اذا كنت زلمه جيبه كفو اذا كنت اهم شيء يغزولي اذا كنت زلمه جيبه حلو كفو والله واش شوفوا الشاب شو حاطط على خلفيه جهازه شوفوا هذا الشوق الحقيقي هاي شاشه التوقف هاي هذا العشق الممنوع هاي خلفيه الجوال شايفينه؟ يا سيدي يا هيك المتابعين يا بلا من بعده خلص ما عاد بدي حدا متابعني، كل واحد بيقول لي انا متابعك ما عاد اصدقه، اذا ما كان مثل هذا ما عاد بدي اياه. حبيب قلبي والله. كنا ناويين نطلع نتفتل شوي نغير جو انا والشباب وكذا. هم نزلوا شباب قال خلص نغير غير مره، يمكن راحوا هونيك كنا. اليوم ننزل خلينا نروح نلحقهم. ف والله كنا حابين نصور لكم يعني بالليل وهيك جو روحه طلعه قدي عفر ما تسكر ايش وين؟ ها؟ وين جاي؟ نرو يعني؟ وين؟ ليش وين نروح؟ ليه وين ديروا هشام؟ خليك برا يا زلمه قال يطلع بالسياره يتشمس قال بالسياره بالسياره بدك تشمس؟ شمس جواد يعني هاي حلوه هاي قال بدي تشمس بالسياره انا هي ما فهمت شلون واحد بيتشمس بالسياره؟ ها بالول سمع الجيران بدك تتشمس بالسياره؟ تقول له لسعودي خي يجيب مفتاح من بيتنا ليش؟ عم سفتح السيارة هشام وين راح؟ هشام طلع البيت ما بيعرف يجيب السيارة مفتاح هو؟ لا ما هو قبل انت روح انا بقدر اوصل بس بقول له ليش سيارة السيارة وين راح؟